فاش كنتفرجوا فيلم كنبغي نبداو من الاول وما نزكلو حتى شي لقطه باش نعيشوا مع القصه ونفهموها مزيان. ولكن الفيلم اللي غادي نهضروا عليه اليوم القصه ديالو كتبدا باللقطه ديال قبل من الاخر ديال الوسط، لحقاش الاخر ديال القصه تتكون في الوسط ديال الفيلم، والبدايه ديالو مدردره من الاول حتى الاخر. صراحه راه ماشي فيلم هذا، دارت نعيشه رباطيه. الفيلم ديال اليوم هو بلب فيكشن ديال المخرج كوينتين تارونتينو. مرحبا بكم في حلقه جديده ديال سوليما بودكاست. بلب فيكشن خرج في 1994 ودا بالم دور في كان ودا الاوسكار ديال احسن سيناريو. كنهضروا على واحد العام اللي خرج فيه شوشانك ريدمشن وفورست غامب، يعني 1994 كان عام زين ديال السينما. الفيلم ديال كوينتين تارونتينو غادي يقولوا عليه الكريتيكس انه غادي ماركي واحد الثوره في السينما ديال التسعينات. السؤال اللي غادي نحاولوا نجاوبوا عليه اليوم هو علاش. الا كنتو مازال ما تفرجتوش فيه ديروا بوز، نعلو الشيطان وسيروا تفرجوا، واخا انا غادي نحاول كيف ما العاده نعاود لكم هذه القصه بلا ما نحرقها. الا تشوف هذا الفيلم فيه ثلاثه ديال الافلام القصيره شورت موفيز. القصة الأولى هي ديال فينس اللي لعبوا جون ترافولتا، وجوز اللي لعبوا سامويل إل جاكسون، جوج ديال الجانغسترز اللي غاديين يجيبوا واحد الفاليزا ديال البوس ديالهم مارسيلوس والاس، واللي غادي يوقع لهم بزاف ديال المغامرات. هذه القصة الأولى. القصة الثانية هي ديال فينس اللي غادي يطلب منه البوس مارسيلوس والاس اللي هو غادي يكون مسافر أنه يخرج مراته ميا اللي لعبها أوما ثيرمان باش تعشى، لقاش خاف عليها انها تقنط. لا داعي باش نقول لكم بلا هذه الخرجه ما خصهاش تكون غراميه الا فينس ما بغاش يدير سكاي دايفينغ بلا باراشوت. القصه الثالثه هي القصه ديال واحد البوكسر اللي هو في الفان ديال الكارير ديالو واللي سميتو باتش ولعبو بروس ويليس، واللي غادي يطلب منه مارسيلوس والاس باش يخسر بالعاني ويتقاسموا الفلوس اللي غادي هو يقمرها ضده. غير هو ان بوتش غادي يختار باش يربح بالعاني ويصيد مارسيلوس والاس لقاش هو غادي يقمر على الربح ديالو. هاد ثلاثه ديال القصص مصايبين وسط واحد الساندويتش ديال القصه صغيره بزاف ديال واحد الكوبل ديال الشفاره اللي عياو ما يشفروا المحلات ديال الشراب وباغين يجربوا يشفروا ريستوران. علاش هاد الفيلم ولا كولت؟ كاينين ثلاثه ديال العوامل. اول عامل هو التعامل ديالو مع الزمان. هاد الفيلم ما كيتبعش واحد الكرونولوجي، يعني الاحداث ديالو كيدوزو من المستقبل للماضي وكيخلط القصص. تارونتينو ما دارش واحد الكتابه اللي هي لينير، جات القصه بحال شي بازل، ماشي مهم بان بياسه غادي تبدا ولكن المهم ان الصوره غتكون واضحه في الاخر. هاد الطريقه ديال الكتابه وديال التصوير كتخلينا كمتفرجين ما عارفين شنو غادي يطرى في اللقطه اللي جايه من بعد، يعني حتى السسبنس ولا مبني على الوقت. نقدروا نقولوا ان الوقت ولا حتى هو واحد البيرسوناج في هذا الفيلم وكيلعب واحد الدور ديال الاثاره والتشويق. العامل الثاني اللي خلى بلب فيكشن يماركي الذاكره ديالنا هو الحوار دايالوجز، اللي هما اقل ما نقدروا نقولوا عليهم انهم تافهين في المواضيع ديالهم ولكن مهمين في المعلومات اللي كيعطيونا على الشخصيات. تارونتينو قدر يخلينا نشوفوا غانغسترز اللي كيهضروا على السميه ديال البرغرز في فرنسا ولا شكون اللي مستخسر، واش الكلب ولا الحلوف. هاد البساطه ديال الديالوجز كتخلينا نحسوا بحال الا عايشين مع هاد الشخصيات في الحياه العاديه ديالهم، بحال الا تارونتينو داير واحد الفيلم وثائقي على الحوتاله ديال لوس انجلوس. بكثرت ما الديالوجز رياليست زاد فيهم حتى السايلنس، لقاش في الحياه ديالنا العاديه واخا كنتلاقاو مع صحابنا ولا العائله ديالنا ولا بد كيكونوا شي لقطات فاش ما كيبقى ميتقال ويقدر يتانستالا هذاك الانكومفورتبل سايلنس، الصمت المزعج. بحال في الفيلم فاش فينس كيكون كيتعشى مع ميا وما كيلقاو ميتقال. النقطة الثالثة هي ان الفيلم شبعان ريفيرونس للافلام الكبار اللي دازوا في التاريخ، يعني تارونتينو ورانا في هذا الفيلم باللي عنده واحد الثقافة سينمائية واعرة. تارونتينو هو واحد الشخص اللي تعلم السينما راسه وكان خدام قبل في واحد الفيديو كلوب، يعني كان كيف طروي يتغدى ويتعشى بالافلام.
طارونتينو في هذا الفيلم غادي يشد واحد الرموز ديال السينما ويضحك عليهم بحال مثلا الافلام ديال الغانغسترز. ديك الوقيته كانوا الناس موالفين كيشوفوا هاد الشخصيات خطار لابسين مزيان وكلمتهم ما كتعاودش. هو في الفيلم كيدير غانغسترز اللي كيتحطوا في مواقف كوميديه بليده، بداو بكوستيمات وسالوا بشورطات قصار. البوس ديال العصابه اللي تيطيح في مشكل خايب بزاف. مثال واحد اخر هو الشخصيه ديال العسكري اللي في الافلام الامريكانيه كيكونوا ديما مهيبين وبعض المرات بحال الا كيقدسوهم بحالهم بحال الوطن، وغادي يشدهم تارونتينو ويضحك عليهم بواحد المونولوج اللي غادي يلعبوا الممثل الرائع كريستوفر وولكن. اللي زوين في بولب فيكشن هو انه فيلم اللي الا تفرجتي فيه اليوم ماشي بحال الا تفرجتي فيه من هنا عامين، لحقاش كل ما كتكبر الثقافه السينمائيه ديالك كل ما كيبانوا لينا بلانات جداد فيه. هاد الفيلم من غير شنو فيه غادي يعطي واحد النظرة جديدة على الانديبندنت موفيز، الأفلام المستقلة، وغادي يحفز أجيال وأجيال ديال المخرجين باش يتيقوا في راسهم. لأن إلى تارونتينو اللي ما عندوش ديبلوم ديال السينما دارها، علاش تحنا ما نديروهاش؟ نتمنى أن هاد الحلقة تكون عطاتكم الرغبة باش أنكم تفرجوا في فيلم، ولا كنتو ديجا تشوفوه تكون عطاتكم الرغبة باش أنكم تعاودوا تشوفوه. وحنا غادي نتلاقاو الأربعاء الجاي في حلقة جديدة ديال سوليما بودكاست.